اليوم عندي تحية لواحد البنيتة صغارورة سميتها زهراء، كتبعنا ديما. زهراء كان بعت ليك واحد التحية معطرة بالورد والياسمين، وكنتمنى ليك عمر طويل ودوام الصحة والعافية انتي وماماك وجميع الناس اللي كيسمعونا، وشكرا بزاف على تعاليقكم الزوينة. صراحة جينا كتوة. معليش نبقى نعيط لك با ولا خويا؟ والو ما تأطراتش فيه الشعرة. تفو ما كان بغيش نكذب على الصباح، ولكن للضرورة أحكام. بصراحة خويا طارق ما بغيتش نقولها لكم البارح، خفت نبقى فيكم، وأنا من طبعي ما كان بغي حتى شي واحد يهز لي الهم، ديما كنعول على راسي. هاكا رباني المرحوم. بلا شك البارح شفتي باللي جيت طويلة، ما هزت في ايدي حتى اطرو ديال الحليب، حيت وانا جاية تعرضوا لي الشفارة في المحطة، كانوا ربعة كل واحد فيهم هز مقدة قد الخلا، قالوا لي باللي نعطيهم قاع اللي كنملك. في الاول قلت ليهم لا مستحيل، وانا اللي كنت جايبة لتلاميذي الحلوى والادوات كهدية بمناسبة تعارفنا، ولكن هدوني بحياتي وبحياة الناس اللي عزيز عليا. كانوا أخويا طارق أخي يخسروا لي وجهي ويقطعوا لي رجلي التانية، خفت وحاشا لله نخاف على حياتي وهي بإيد رب العالمين، ولكن هدوني باللي غيغتصبوني وينشروني في اليوتيوب. وخا هكاك ما خفتش على راسي، خفت تنشر الفيديو برا البلاد وتشوه سمعة بلادي، مصاب كون غير ما كانوش عندنا الحساد. اسمح لي نمسح دموعي، انا عارفة راسي تعديت حدودي معاك، ولكن ركت شباه المرحوم حتى هو كان معلم، عليها خليت الدنيا وما فيها وبغيت نكمل داكشي اللي كان كيحلم يديرو في حياته. هو يشوف التعليم في بلاده أرقى المراتب، وهو يقول صافي صافي لبسي اللي بغيتي غير بعدي مني سلوقيتك، وانا نقول بكل براءة اشنو هي السلوقية؟ قال هي اللي من البارح وانتي طالقاها. ايوا خوتي فين خليناها؟ جاو تلاميذي الاعزاء ودرنا حصة دايز هالكلام، ضحكنا وقرينا ونشطنا وشطحنا وبكينا، من اللي سالت الحصة ما سخيناش بعضياتنا، حسيت بيهم طرف من كبتي، وحتى هما حسوا بيا أمهم اللي ما ولداتهمش من كرشها. على ذكر كرشها ولات كتزغرت بالجوع، غير خليوها على الله. مشيت الكوزينة ديال الأستاذ طارق لقيتها كتصفر، ولقيته هو نيت خارج قالك بغي يمشي للمدينة يتقدى. كتعرفوا داك الكولة ديال إيهي الصفرة؟ هي اللي درت ليه. قلت خويا طارق اديني معاك. هو ساخط قال لي واش غتبقاي تابعاني فين ما مشيت؟ بديت كنت مسكن وقلت ليه لا على خاطرك، غير هو غدا غتجيني حق الشهر وانا ما عنديش الاحتياط، المهم غير سير انا غندبر باش نقضي بلا ما نصدعك. وهو يقول كيفاش؟ زيدي قدامي. ايوا خوتي كان عنده واحد الميطير دايز عليه الحرب العالميه الاولى، ركبنا عليه فزز باش جزال، وهنا بدا عقلي كينتج الرومانسيه. دابا واش نشد فيه ولا نشد في راسي؟ ولكن انا ما كنتيقش في راسي قد ما كنتيق فيه، ولكن خفت نشد فيه ويقول كنتحركش بيه، وخفت ما نشدش فيه ونجي على قرفاتي. دابا اش غندير اخوتي؟ نشد فيه وإلا قال انا ما مزياناش، وكيما شديت فيه نشد في 10. اخوتي اش ندير؟ وانا مازال كنفكر لقيت راسي وصلنا. ايوا نزلنا وبدينا كنتمشاو، كانت الشميشه بدات كتغرب والسما رجعت ليمونيه، وانا وطارق غادين جنبا لجنب كنتقداو الخضره. شعور زوين يكون غادي راجل في جنبك اللي حليتي فمك عليها يشريها ليك،
تمنيت كون كان راجلي وبات ولادي اللي باقين مكسلين في الجنة. عافاكم ما تديوش عليا، انا اللي كيعطيني حبه اهتمام كان عطيه في قلبي حب، ومع اختكم ناقصه حنان عمر شي حد قال ليها شي كلمه زوينه وحسسها بالانوثه اللي كتفيض في داخلها، اما خارجها خلينا ساكتين. جعفر وبوشعيب باقص عليها. المهم نسكت قبل ما نبدا نبكي عليكم، واخا قلبي يبكي ويدمي لحالي ولا يدري بحاله سوى خالقه. المهم فين كنا؟ ما زالينا التقضية حتى قالت المغرب الله أكبر. خليته هو يمشي يصلي وأنا مشيت عند واحد الخياطة كانت حدا الجامع، زيرات ليا شي سريولات وقويمجات ديال الأستاذ طارق نقضي بهم هاد السيمانة. ناري ويسيق ليا الخبار يطرطق ليا العظام، ومن بعد ما سال الصلاة القاني جماعت وطويت وكنتسناه. موراها مشينا لواحد الكافي شربنا العصير في كاس كبير، ومن بعدها رجعنا. ولكن في طريق الرجعة أحبس الموتور في نص الطريق والظلام طاح. قلت ماله؟ قال لي ما نعرف. وانا نقول ياك ما يكون خوا منه ليسانس. قال لي بحال والو، واش تقدري تمشاي من هنا لتما حيت ما بقاش بزاف؟ قلت ليه على مالي معطوبة، انا راه نضرب المغرب كله وما نقولش اح. ابدا كيشوف فيا وانا كنشوف فيه ضاحكة وحالة فمي تايقة في راسي زعمة. عاد تفكرت كذبتي اتفو، انا العيب ديالي هو كان كذب وكنسى هاد الشي اللي هي ديما خالي دار عشتي. قلت اه كتقصد رجلي الصناعية، ما تضرب ليها حسبة مصايبها في ألمانيا فيكس ما كتزعزعش، ندوش بيها ونعوم بيها نجري بيها نركلك بيها إلا بغيتي. وهو يقول صافي يا اختي قهرتيني بالكذوب، واش ما كتقاديش؟ قلت واش كتتهمني بالكذوب طارق؟ الله يعطيك السقوط إلى عمرك كذبت عليك. قال صافي صافي غير يلا. بدينا كنتمشاو وهو جار الموتور وانا جاره رجلي، وانا نقول والله اخويا طارق الا ما عرفت علاش ارتاحيت ليك، انا عاده ما فياش الهضره بزاف وحدوديه وداخله سوق راسي، ولكن معاك سبحان الله كنحس بحال لا كنهضر مع راسي، كتدخل الخاطر دغيا تقول داير ليا الفيبرو في لساني ما كيسكتش معاك من الهضره، وانا عارفك وحداني وبعيد على عائلتك وناسك، لذاك الشي حسبني اختك الكبيره وخا انا صغيره عليه. قلت لي فين ما تكون محتاج تخوي قلبك وتفضفض، ها العار الا ما جيتيش عندي وعاودتي ليا يبقى فيا الحال. قال لا باينه، شوفي يا الأستاذة زبيدة من الأحسن نخليو علاقتنا في الإطار المهني فقط، وهاد الهضرة كاملة راك غا كتضيعي الحجر. أقصفني هذا باين جرح عميق، وحتى إلى ما كانش مجروح أنا نجرحه، كاع الأبطال خاصهم يكونوا مجروحين باش تكون عندهم كاريزما وباش تلقى البطلة شقة اللي يدخل منها القلب. شحال كان حماق على الرجال اللي كيكونوا مرزنين وما كيضحكوش مع اي واحد، ونهار كيضحكوا كتحس بضحكتهم صادقة خالية من الكذوب والتملق. ختكم طاحت طيحة زغبية ماشي فيه في الشانطي، جيت على راسي او تفو مع الظلام والخيال ما بقيتش نشوف الطريق قدامي. ايوا خوتي من بعد الطيحة ديال البارح كرامتي مازال طيحة في الأرض، لداكشي درت راسي حتى حاجة ما طرات، ومت الصباح بكري لبست حوايجي أو حوايجو ما علينا، وجلست حدا الباب كنتسنى أطفالي الأعزاء اللي تعطلوا حتى تشوشت عليهم، ومشيت كنجري عند الأستاذ طارق اللي لقيتو يالله فايق وكيتجبد. قلت ليه وأنا مخلوعة الأستاذ طارق
ما التلامد ما جاوش، ياك ما وقعت شي حاجة في الدوار؟ قال لي واش بصح مازال ما جاوش، ياك ما يكون جاز زلزال الدوار؟ قلت هاوي لي وحدي، وهو يقول اه، ويقدر يكون جاهم حتى الإعصار والفيضانات، ويقدر تالبراكين اللي تحت الأرض تكون فاضت. ماشي بعيد مع الكذوب اللي عطيتيناه هاد اليومين، يزعزعوا الأرض ويطرطقوا الغلاف الجوي. قلت أنا كنت مسكن، حرام عليك، دابا كتقول عليا أنا كدابة، فاش عمري كذبت عليك؟ واش غنستافد إلا كذبت عليك؟ فخبارك جرحتيني بهاد الهضرة، منك الله يا عبد الله. وهو يقول صافي صافي، الصباح هذا اليوم ذكرى المسيرة الخضراء، عليها ما جاوش. قلت لي كيفاش ذكرى المسيرة الخضراء وأنا ما غنقريش؟ وهما ما لقاو إمتى يحروا الصحراء حتى النهار اللي أنا كتب عليا الله ندير فيه الخير، ودابا نبقاو أنا وياك الراس في الراس، شوف فيا نشوف فيك طاجين الحوت. أجي ما غيديروش بهاد المناسبة الشيخات، نموت في الشيخات. قالوا هو كيستهزأ، لا غيديروا عيساوة. قلت لي لا لا لا، في عيشة ما نحملهمش. وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شافني ما كنت قاداش، داكشي علاش مشى دخل القسم مع واحد الكاس ديال القهوة وجبد شي وراق ديال الامتحانات يصححهم، أما أنا اللصقة ديال إيه باقة ما سالتش عندي. قلت هي كتصحح ليهم الفروض، أنا عمري درت ليهم شي فرض، غدا ندير ليهم شي فرض فجائي مع الدخلة. إيوا نبدا نوجد الأسئلة ديال الامتحان، ولكن أنا قريتهم غير جوج حصات، الحصة الأولى عرفت ليهم فيها غير راسي، ندير ليهم مثلا عرف الأستاذة زبيدة عليها 10 نقاط ما جات. المهم نعاونك. وهو يقول لا شكرا. قلت ودير معهم مزيان، راك ما كتخلصش من جيبك. وهو يقول سوقك، انا نعطي لكل واحد النقطة اللي كيستاهلها. قلت لي ورا كلهم كيستاهلوا، مساكن هاد الطريق كلها اللي كيضربوا ما شفتيهاش، الشتا فيهم والبرد فيهم والشمس فيهم، هما اصلا والديهم بزز باش كيصيفطوهم، علم الله من اللي يشوفوهم كيسقطوا غيجلسوهم في الدار، واصلا الى ما جابوش مزيان راه العيب ماشي منهم، العيب منك اللي ما قريتيهمش مزيان. فهو يقول شفتك كديري عليا محاضره، واش غنعطي نقطه لواحد ما فهمش الدرس؟ ايوا نبقاو غير ننجحوا ننجحوا، وفي الاخر كلشي غيطلع خير، وإلا عرفوا راسهم ناجحين بدون أي مجهود فما عمرهم ما غيجتهدوا. واش عمرك شفتي شي طالب طب كينجح غا حيت كيحضر؟ ما عرفتش علاش غير النقطة والنجاح في الأخر ديال العام وهو اللي كيهمكم، وما كيهمكمش واش الراس عامر، واش استفدتي شي حاجة؟ التكرار ماشي عيب، ما فهمتيش الحاجة اتعاودها باش تفهمها، الدراسة ماشي سباق على النجاح، ماشي ضروري تكون في عمر محدد مجبر عليك تكون في مستوى محدد، الضروري هو تكون ناجح وفاهم وعندك واحد العقل تقدر تخدمه وتخدم به. شحال من واحد ناجح في الوراق وفاشل في الواقع؟ قلت لي كتمعني عليا يا طارق، وديرها فين تجيك. وهو يقول مالك انتي اشنو حرق شطاتك؟ بديت كندور في عيني وانا نقول له والو، واخا هكاك حتى شي حد ما فاشل في حياته وما خاصكش تقولها، غير مازال ما عرفش فين كتب ليه الله رزقه، كان كيقولها لينا الاستاذ دانيال الله يرحمه. مشيت وخليته وانا هازه راسي، زعما عزه نفسي ما بتسمح لي، فين خليناها؟ اه خرجت ومشيت لقسمي كنشطبو ونقادو، وانا قلبي مكوي على تلاميذي، افتقدتهم بزاف، يكونوا زعما كيفكروا فيا كيف ما كنفكر فيهم. ايوا ساليت من قسمي وقلت نشطب حتى القسم الاخر اللي فيه الاخر، مع انا ما كنديرش الفرزيات، قاع التلاميذ وليداتي،
ايوا مشيت وهو كيصحح وانا كنشطب، وهو يقول مالكي كتخنزري فيا، قلت لك شطبي، درت لك السيف على عنقك، قلت لي كنحنزز فيك انت هو خنزير بن قرير، اجي اليوم المسيرة الخضراء ياك، وهو يقول اه، قلت ليه ايوا خاصنا نحتفلو، قال اها وكيفاش بالسلامة، قلت ليه انطلقوا صوت الحسن ينادي ونفخوا نفاخات ونجيبوا الشيخات ونطلقوا الالعاب الناريه، نضوموا نديو الكيكه وجوج كربات ديال المناضه ونديروا التبوريضه، نهزوا العلام والحاجه الحمداويه تزيد بينا القدام، نديروا الرزيزه ونعيطوا للتلفازه ونديروا مسابقات وجوائز نشجعوا بها الولاد الصغار، ويبقى ليهم هذا النهار مرسخ في الذهن ويبقاو يتسناوه من العام لعام، وحنا عندنا المسيرة الخضراء هي سيروا جلسوا في ديوركم، بدا كيصفق عليا وهو يقول اسمحي ليا نمسح دموعي تأثرت، قلت لي كتنز عليا، وهو يقول لا حاشا كلامك في محله، وإلا كان في جيبك شي درهم ورينا حنة يديك، قلت لي كتخشي ليا الهضره حيت تلقاو ليا الشفاره وكشطوني، اودي سري اللي كنعاود ليك انا كون تعرف الخير اللي كنت عايشه فيه ومازال الحمد لله، غير ما بغيتش نخلي هاد الوليدات بلا قرايه، كنتسنى العطله باش نمشي نجيبو ونجي، ولكن انا ليش كنعاود لواحد بحالك، حتى فلوسك اللي سلفتيني البارح راني مقيداهم في الكارني، دابا نرجعهم ليك بالتاني ولمتني، الحمد لله المرحوم الله يوسعها عليه في هذا النهار علمنا العز والنخوة باش ما نبقاوش ندلو على الخوة، خلالينا الديور والفيلات والفارم والكاتكاتات، وتبرحنا بهم غير الجمعيات باش يدي أجرهم لهيه، أما اللي عنده كتاف ودراعه ما يهمو الكلب وصداعه، خليته حال فمه ومشيت، تفو على بشار إلا ما ينكدها عليك ما يرتاح، وحتى أنا خوتي ما مرتاحاش، ما كدبت حتى كدبة اليوم خاطري دارني، إلا بقيت على هذا الحال النعاس ما يجيش في عيني، لداكشي قلت نمشي للدوار نشفي غاليلي في الكدوب، وأنا غادة تلاقيت في الطريق واحد البيكوب كانوا فيها زوج رجال غير شافوني نزلوا عندي، قالوا لي يا الأستاذة زبيدة ياك ما غادا المدينة نوصلوك، لا سيادي ولاني عندي غرض تما، إلا قضيتوه ليا بغيت قاضي الحاجات وقاضي الأرض والسماوات يقضي ليكم ما تمنيتو في خاطركم ويسهل عليكم دنيا وآخرة، دابا كي شفتو الدراري الصغار مساكن عطلة اليوم بغيت نجيب ليهم شي نفاخات نزين ليهم القسم باش تدخل ليهم القراية في الراس وشي حليوات باش نشجعهم على القراية والمنافسة، كي شفتو هادي دراسة علمية درناها أنا والأستاذ العربي لوكاس والأستاذ جعفر دانيال ملي كنت كنقرأ في واحد الجامعة في كاليفورنيا، وعرفتو شنو اكتشفنا، أن الطفل ما كيركش كتر من ساعة متواصلة، ولكن مع الهدايا والتحفيزات والأجواء النفخاتية يقدر يركز ربعات سويع بلا استراحة، وهما يقولوا صافي واخا أستاذة اللي بغيتيها نقضيوها ليك، قلت لهم سيروا أبغيت ربي ينصركم كيف ما كتنصروا العلم والعلماء، كان قصد راسي وبلاتي نجبد لكم الفلوس من البسطان، اي انسيتو في المدرسه تسناوني دابا نمشي نجيبو ونرجع لكم طياره، وهما يقولوا لا اويلي يا استاذه احنا نجيبوهم، قلت ليهم ابغيت ربي يجيب لكم العز والنصر والسكنه في القصر، ايوا مشيت وخليتهم بعد ما قلت ليهم نتسناهم في الدوار، ايوا خوتي مشيت للدوار، الصراحة اللي كذبته هذا النهار في حياتي عمري كذبته، الله يسمح لي ومع عارفيني أستاذة أمتيقيني يحساب ليهم معصومة من الخطأ،
منزلني الله كاملة مكمولة. الصراحة عاد فهمت علاش كنصوتوا على المخرويضين، كيجيو لابسين الكومبليات وفي ايديهم الشواهد الورقية خلاها الأستاذ طارق، وكيبداو يقراو علينا وحنا حالين فهمنا، يحسب لينا داكشي اللي الشواهد راه بصح في راسهم. المهم خليونا خوتي من السياسة، انخاف يجمعوني وحتى القفة ما بقاتش. ما علينا، جاو الناس اللي وصيتهم على النفاخات ومشيت للمدرسة، خليت الأستاذ طارق ينعس في بيته وأنا بقيت كنفخ في النفاخات حتى تنفخوا حلاقني، علقتهم وقديت الأقسام. وصباح الصباح أتمنيتكم تشوفوا حال طارق من اللي شافهم، حل فمه حتى بانوا دراسه. إيوا جاو التلاميذ وعجبهم الحال، وبالخصوص من اللي فرقت عليهم الحلوى، وباش ما يصفاروش عدياني ذوقتهم تحت شعار حلي باش بحال الأستاذة زبيدة تولي. إيوا خوتي داز داك النهار غزال، فرحنا فيه ونشطنا فيه أنا وتلاميذي، فلدات كبيدي الصراحة، ولاو يدخلوا ليا لقلبي، باين فراقهم غي صعاب عليا غير الله يستر. ما بقيتش كنحس بالوقت معاهم وحتى هما، لدرجة ولاو كيفضلوني على الأستاذ طارق. جيت في يومين وديت ليه الشعبية ديالي، وهاد الشي أخوتي اللي ولا كيسبب ليا المشاكل. على ما قلتش ليكم، ولا كيغير مني وما كيخلي ما يدير باش يطيرني، لدرجة ولا كيقلل عليا الاحترام وكيقول ليا حيدي ليا سروالي. ما بقى يحشم اخوتي، ربعه ديال السريولات دار ليا عليهم الشوهه، ايش فيها الى لبست لي حوايجو ياك انا وياه واحد، وهدفنا واحد هو نرفعو بالتعليم في البلاد. وانا اخوتي كون كان عندي ما نلبس والله ما ندور بسراولو، ولكن ما يمكنش نبان قدام تلاميذي بهندام غير لائق. وانا اللي قلت ليهم شركة كوكا ديال عمي بوشتا اللي نجح فيهم يصيفطلو صندوق ديال المناضة، يبدا يغرغر فيه حتى الصباح، ولكن كان صاب بالراسي باللي ديما الانسان الناجح كيكونوا عنده الاعداء. ايوا اش غندير اخوتي، الا كانت حاجتك في الكلب قولو سيدي. وانا قلبي هشيش طاغيه كنسامح، شفتو واحد الليلة جالس مهموم وقلت نمشي نفاجي عليه، واش فيها شي عيب اخوتي؟ قلت الاستاذ طارق مالك جالس مهموم ياك لاباس، وهو يقول والو باس شكرا. قلت لي انا حاسه باللي بيك شي حاجه، ماشي عادتك تجلس بوحدك، وهو يقول على فين كتعرفيني باش تعرفي عادتي، جيتي 5 ايام وليتي كتعرفي كل شي، وليتي انتي هي الأم تيريزا، بعدي مني الله يحن عليك. قلت زيد خوي حقدك وفش غليلك، ما تبقاش تجمع في قلبك، راه شي نهار غتفرقع، غير هو دير فراسك إلا كنتي معصب من شي حاجة ما تجيش تطق عليا أنا كالبوطة، الله يرحم باك، حتى أنا عندي مشاكلي وعندي همومي، ما تشوفنيش ضاحكه وناشطه وتقول هادي راها ضاربه الدنيا بركله. انا المرحومه الله يرحمها ويواليها برحمه الله ماتت الشهر اللي فات في فرنسا، دفنوها تما، ما بغاوش يجيبوها لينا المغرب حيت عندها جنسيه فرنسيه، باقي قلبي مكوي عليها ونارها شاعله في صدري حتى حد ما يقد يطفيها، هي اللي كنت كنشم فيها المرحوم. اتسنى نمسح دموعي، كانت فين ما كتشوفو تمشي تجري لعندو اتعنقو وتلحسو وهو يقول اشنو؟ قلت ليه اشنو لي اشنو؟ اه الكانيشة ديال الوالد، عرفتي يا خويا طارق كانت شهبة وعينيها خضر تقول غير شي نصرانية. قال كانيشة؟ قلت ليه على مالك اش حساب ليك؟ قال لي وقلتي المرحومه
يحسب ليا غمك. قلت لي كتعايرني يا طارق، مال الرحمة نزلت غير على البشر، نزلت على العالمين. ولكن انت اللي بغيتي تقول لي بطريقة غير مباشرة باللي انا بنت الكلبة تحت هاشتاك مقصودة لشي قروضة. افهمتك يا طارق، ايوا الله يكتر خيرك. وهو يقول لا والله ما قصد. قلت لي ولا غير قصد، انا كنشكي عليك همي وانت كتشفى فيا. اصلا انت قلبك عامر من جهتي، من شحال هادي كتقلب غير منين تدوز ليا. وهو يقول لا والله ما هكاك، معصب غير حيت الوالده شويه عيانه وما قدرتش نمشي نشوفها مع الخدمه. هادشي اللي كيخليك تحس براسك بحال منفي، ما كتشوفش عائلتك والناس العزاز عليك غير من العطله للعطله، بعيد على كل شيء وكل شيء بعيد عليك. هادشي في الاول كيكون ساهل، ولكن من اللي كيطول الوقت كتلقى راسك وليتي معزول، الشيب كيغطي راسك وانت. وهو يسكت وما كملش هضرته. قلت لي ايوا صافي بلا ما يبقى فيك الحال، كاع اللي خدام بعيد على احبابه هذا هو حاله، ولكن عندي لك الحل، علاش ما تزوجش ودير حباب جداد؟ قال لي شكون هادي اللي غتقبل تعيش معايا هنا؟ قلت لي انا، واعوذ بالله من قولة انا الزين والعقل والفورما ديال الفروماج. قال لا لا انتي، انا اللي ما نقبلش عليك. قلت لي ايوا خويا تقبل عليك جنية وتخشي فيك جنوية، انا اللي دال راسي على واحد بحالك الكفر الاخر. وهو يقول زعما مرضيتيش؟ قلت لي اصلا انا كنت غير بغيت نتمازح معك ونرفع ليك المعنويات، اما انا ولد الاستاذ دانيال عاطيني العهد الصيف الجاي نديرو العقد. ايوا خوتي من بعد داك القصف اللي دمر كرامتي دازو ليا مطايرين، واليوم كملت سيمانه من النهار اللي جيت فيه، وهو النهار اللي ناويه نرجع فيه منين جيت، حيت كلما زدت جلست كلما زدت غرقت، من جهه تلاميذ اللي ولاو كيدخلوا ليا القلب، ومن جهه الاستاذ طارق والمدير والناس ديال الدوار. الى مشاو حتى حصلوني باللي انا ماشي هي الاستاذه زبيده، يقدروا يقدموني عند الجدارميه بتهمه انتحال الشخصيه. اللهم نفك سلتي بالعنب، ما كناش مقرين داك الصباح. ايوا مشينا انا وطارق للمدينه، وهنا بغيت نعترف ليه وقلت طارق بغيت نقول لك واحد الحاجه. وهو يقول قولي الله يسمعنا خير. قلت بغيت نمشي لدارنا هاد النهار نجيب حوايجي وداكشي اللي خاصني، ماشي معقول نبقى ديما سارقه ليك حوايجك وطالبه منك كل مره تسلفني الفلوس. والله ما بقيت قادره نهز راسي قدامك بكثره الحشمه. وعلى هاد الشي واش تقدر تقري التلاميذ ديالي هاد اليومين على ما نرجع؟ قال لي ماشي مشكل، واش متاكده غترجعي ما غتمشيش بحال ديما؟ قلت لي لا غنرجع، ماشي معقول بعد ما تعرفت عليك انت وتلاميذي نخليكم بعد ما ربيت عليكم الكبده. قال صافي واخا غنتسناك. وعطاني الفلوس باش نمشي، شديتهم وانا حشمان وقال ما تعطليش صافي. قلت لي غدا نتوحشكم، اسمح لي نمسح دموعي اتأثرت، واخا غير يومين ما عرفت علاش حاسه بقلبي محروق. طريق واخا غنمشي، راه غير جسدي اللي غيبعد، اما روحي وفرحتي غتبقى معاكم. بسلامة وتهلا فراسك وتغطى مزيان من البرد وسلم لي على الوليدات، ولا لقيتي شي وقت جي داك البيت راه كيدخل البرودة، وسد الثقبان اللي في السقف راه كتقطر، ودي سروالك لكحل مصبانة باش يصبغوه ليك راه قاسوا ليا جافيل. قال لي اشنو؟
قلت لي خليت لك راحة الله ومشيت طلعت لك وخليته حال في ممسكين باينة ما سخاش بيا. أصلا أنا حتى شي واحد ما كيسخى بيا، حلوة وظريفة وخفيفة على القلب ونية، فين ما حطيتيني تلقاني. المهم أراكم عارفين ما عزيش عليا نشكر راسي، التواضع من شيامي والأخلاق كتبان ما كتقالش. هتبان ليا شي فور بات حليمة واقف على راسي كيتسناني نزل بكرامتي، هو نفسه الشيفور اللي جابلي وحطني في نص الطريق. ايوا خوتي ما عاودتش معاه الهضره، لا يعاود يحطني في شي خلا تاني. نزلت ولقيت الاستاذ طارق مازال واقف في بلاصتو. قلت لي الاستاذ طارق مازال كتسناني؟ رجال البلاد ما بغاوش يطلقوني، ما سخيتش بيك، يلا هنرجعوا عند وليداتنا. ينعل الوقت اللي تفرقنا على بعضياتنا، شديت فيه ومشينا، وهو مسكين مازال مصدوم ما فاهم والو. ايوا وصلنا للمدرسة ولقينا السي المدير كيتسنانا وجايب البشارة. قال الأستاذ طارق جاتك البشارة اللي كتسنى من شحال هذا، راه تقبل انتقالك، مع انتهاء الدورة الأولى تقدر تمشي تبدأ حياة جديدة في المدينة اللي كتحلم بيها. قلت ليه وأنا مصدومة، كيفاش وشكون اللي غيقري التلاميذ؟ وهو يقول المدير الأستاذ طارق قبل ما يعرف بخبر انتقاله عيط له وسولته عليك وعلى كفاءتك اللي أشاد بيها باش نتأكد من مستقبل التلاميذ باللي غيكونوا في أيدي أمينة. قلت لي لا واه في أيدي خديجة، وخا هكاك أنا ما نقدرش نقري التلاميذ كاملين. وهو يقول طارق تقدري غير ما زال حاقرة راسك. قلت واش كتبيعوني العجل دابا؟ وهو يقول المدير حاشا الأستاذة زبيدة، ها هو الأستاذ طارق 5 سنين وهو كيقريهم بوحده وعمره قال أح. قلت لي عليها طلب الانتقال. وقال المدير وهو كيفرنس معذورة ظاهر ليا ما سخاتش بك أستاذ طارق، على أي مبروك عليك وكنتمنى ما تنساناش وتبقى تزورنا مرة مرة رد دار دارك. قال طارق شكرا الله يبارك فيك. وقال المدير بغيت نديرو سيلفي بهاد المناسبة السعيدة. وأنا معصبة قلت ليهم ما نديروش، بداو كيشوفوا فيا بتعجب. قلت ليهم طليقي في الغور كنتسناك يدخل المغرب باش نمش عليه ويعطيني النفقة، إلا عرفني في المغرب غيعلق. وهو يقول المدير واخا لالا. مشى المدير وخلانا. الأستاذ طارق فرحان وأنا بحالة تضربت بطرشة واللبون يا قاع. أويلي حي ما بقاش فيا الأستاذ طارق، بالعكس فرحت ليه. وخا نبغي أنا ما عندي حتى شي صفة قانونية باش نتكلف بيهم، عارفة كدوبي ما كيتغفرش، ولكن هاد الكذبة ما نقدرش نكملها حيت غيتحرم شحال من واحد من القراية، وهاد الشي اللي عمرهم غيسمحوا لي عليه. وهو يقول طارق الأستاذة زبيدة مالكي سهيتي، أنا عارف باللي عندك تخوف ولكن أنا تايق في قدراتك، تقدري تنجحي في هاد المهمة بالإصرار ديالك والطيبة اللي في قلبك. قلت لي كضحك عليا ولد العبد، أنا راه ما نقدرش. قال غتقدري، كيف قدرتي تدخلي القلوب تلاميذك في أسبوع وغيرتي شحال من حاجة حتى عقول الناس بالدوار اللي أنا كنحاول من 5 سنين معاهم كل شي بغى ولادو يكونوا بحالك. قلت حيت ما عارفين والو عليا، شوف أنا كنبغيك وإلا مشيتي قسما عظما حتى ننتحر ولا نولي بحال البرتقالة المرة. وهو يقول أنا عارفك غا كتكذبي باش ما نمشيش. وأنا نقول له أولا يخلي لي الضحكة، ثانيا واش قدرت تفرق باللي كنكذب من اللي قلت ليك كنبغيك وما عرفتينيش كنكذب؟
ملي قلت لك بلي انا هي الاستاذه زبيده. قال اشنو كيفاش؟ قلت لي كيف كتسمع؟ انا جراو عليا والديا من الدار وما لقيت فين نمشي، وقررت نبدا حياه جديده في مدينه جديده، ولكن الشيفور ديال الكار لاحني في نص الطريق حيت ما عنديش باش نخلص، وتلاقيت الدراري الصغار في الصباح وقلت نجي معاهم للمدرسه نطلب المساعده من الكبار، ولكن نتوما كنتو كتسناو الاستاذه زبيده، شفت الامل في عينيكم وشفت النجاه بين ايديكم وقلت نبقى معاكم واخا غير على ما تكمل الشهاده الطبيه ديال الاستاذه زبيده. من هنيت نداوي جروحي بفرحه الدراري الصغار. عافاك اسمح لي، قال لي وهو معصب، كذبتي عليا وعلى دوار كامل وكطلبي دابا السماحه باين وجه؟ قلت لي ما تخرجش فيا عينيك الله يرحم باك، كل شي كيكذب، وإلا بغيتي تلوم شي حد سير لوم هاديك الأستاذة زبيدة اللي مكاسلة ليا في دارها وكتوصلها الماندا من شهر لشهر، ولا هذاك اللي صوتوا عليه ناس الدوار وما قدر يجيب ليهم حتى شي معلم يعاونك. أنا اش درت؟ شفت الدراري صغار مساكن كيضربوا جبدة ديال الطريق باش يقراو وما كيلقاو شكون يقريهم، كون ما كنتيش انت الله يكثر خيرك اللي كتجمعهم كنت شردو بالأمية، وزيدون انت معذب وهما معذبين، فبقيتو فيا قطعتو لي قلبي وكذبتي مقارنة معاهم غير نقطة من فايض. وهو يقول وباص الجبهة والكذوب الله يعطينا وجهك. قلت لي الله يعطينا وجهك انت ندخلو به الحمام الرجال، اما انا وجهي غيدخلك الحبس. ابدا كيغلي بالسيف خسرت عليه فرحته. وهو يقول شوفي ما بغيتش نشوف وجهك مره اخرى، درقي عليا زلافتك. قلت لي ها هي غاده وبت مسكين. قلت ودابا واش غتجلس تقري دوك الدراري مساكن؟ ندير معاك واحد القضيه، انا نقريهم وانت تبقى تجي تصحح لهم فروضهم وترجع غير على ما يكمل العام ويجيبوا اللي يقريهم. وهو يقول واش حساب ليك سايبه؟ سير يا اختي اعطيني اتساع. قلت لي واغا بقيتو فيا صافي هانا غاده تهلا فيهم عافاك. الوادع شوف هذاك السروال الزرق راه طارت له السنسله، عندك شي نهار تلبسه. وانا غاده في حالي تلاقيت المدير يلاه غيركب طوموبيلته، شفتو ودرت راسي بحال كاع ما شفتو، حتى بدا كيعيط ليا وعلى وجه الملحه والطعام درت عنده. قال الاستاذه زبيده فين غاده؟ قلت لي غاده لدارنا. وهو يقول وشكون قلقك يا زبيده؟ قلت لي قلقني طارق اودي السي المدير ما عندي ما نخبيه ليك. بديت كنعاود ليه اللي كاين واللي ما كاين، والصراحه اضطرت فيه حتى خليته بكذوبي يتنخصص. المهم اقترح عليا نرجع نكمل نقري قسمي واخا غير كستاجيار وكمساعده للاستاذ طارق. ايوا خوتي نفسي حاره ما رضيتش انا بقامتي ومقامي نولي مساعده ديال هذاك الكفره. ايوا قلت لي ناهي ناهي ما تسمحش ليا كرامتي، كل شيء إلا الكرامة، وكون كانت تدوي هاد الكرامة تقول لكم الله ينعلها إلى يوم الدين. ملي قلت ليه شي توصيلة معاك عمي؟ إيوا خوتي بلا ما نطول عليكم وصلني المحطة وخديت الكار ورجعت للدار، دقيت على جيراننا حلوا لي الباب، طلعت للسطح ونقصت لسطحنا ونزلت لبيتي بالتخبية وضربتها بالنعسة، ما ردوا لي البال حتى الصباح ديال الغد ليه. ملي خرجت كنشمشم كطوب على الفطور، ومع الخرجة ما كنتلاقى غا مع الوالد اللي غير شافني اشنق عليا شنقة العمى في الظلمة. قال لي انتي اش كديري هنا؟ قلت لي
كيفاش اش كندير هنا الوالد؟ درت راسي ما فراسي ما يتعود. الوالد ياك لاباس، ياك ما جاتك الحالة تاني؟ شربتي الدواء اللي عطاك الطبيب البارح؟ ياك ما نعاود نعيطلو؟ اجي اجي اجلس، راه ما مزيانش الوقوف بزاف في الحالة ديالك. قال لي اين الطبيب؟ شككته في راسه. قلت لي ها ويلي يا الواليد، ياك ديناك البارح للطبيب وقال لك فك الزهايمر والخرف، واش معقلتيش؟ صافي يابا ما تديرش في بالك، راه غير تبع تراتمو وما يكون غير الخير ان شاء الله. انا الواليد عمري نتخلى عليك، واخا نبيع كروتي عليك. وبس ليه ايدو، واش باقي ضرك راسك بحال البارح؟ وهو يقول شوية، شد فراسور كبير في شلو عليه. حتى الفيلم بدا كينجح، او هي تجينا بحالحنان. ضرباتها ليا بواحد النتفة وضربات ليا كل شي في الزيرو. اما الواليد من اللي عاقب القالب ناض ضربني بواحد القالب ديال السكر كان حداه للراس. ايش غنقول لكم اخوتي، اداوني انعاش، ما فقت من الكومة حتى دازت ربع ايام واثناشر ساعة. اما عينيا بقاو مقلوبين سيمانة. رجعوني للدار من بعد ما دار لي الطبيب سيرتيفيكات في ايدي وقال لي انت ما بغيتي ديكلاري. ايوا خوتي شايل لا هداك سيرتيفيكا، اما والله لا عاود تعتبت في داك الدار. ايوا رجعت لحياتي العادية، ما بقيتش كنكذب بزاف من بعد ما شفت الموت. تبت اخوتي تبت، وحتى حلاوة الكذوب ما بقات، بحال هذاك البريق اللي كيكونوا في عوينات الدراري الصغار ملي كتبدا تكذب وكيبقى يلمع. توحشتهم، جلست معاهم سيمانه بحال لا جلست معاهم عمر. ولداك الشيء قررت انني هذا العام ندفع الكونكور ديال التعليم وندير ما في جهدي باش ننجح. ومع اختكم عندها الاجازه، غير ما لقيتش الفرصة فاش نقولها لكم. وندير بحال هذاك الفيلم ما عقلتش على سميتو، اللي دخلخو البطالة للحبس ومشات قرات القانون وولات محامية وخرجاتو. بعد ما نجحت في الكونكور ديال التعليم واختاريت المدرسة اللي نقري فيها، ما تخيلوش فرحتي قداش كانت، واللي كبرات من اللي وصل الأول ديال العام، ولقيت تلاميذي اللي كانوا في القسم الاول ولاو في القسم الثاني من بعد ما قراهم الاستاذ طارق من بعدي. واللي فرحتي ما كملاتش من اللي عرفت باللي كمل معاهم الدوره الثانيه وخد الانتقال ديالو مشى في حاله. وهنا رجعت كنقري في المدرسه بوحدي كي طبل. في الاول كانوا ناس الدوار مقلقين مني، ولكن من بعد تقبلوا الامر ورحبوا بالفكرة ديال أنني رجعت بصيفتي الحقيقية باش نرجع نقري ولادهم. واخا عرفوا سميتي الحقيقية أبقاو كيعيطوا لي الأستاذة زبيدة الكديديبة، واخا ديما كنقول لهم باللي راني تابت. المهم ما علينا، فمهم هذاك يقولوا اللي بغا. إيوا خوتي قريت عام كاع التلاميذ بوحدي، ما قلت لا أح لا أي، بالعكس لقيت معهم راحتي. واخا بعض المرات كنبقى نفكر في الاستاذ طارق وكنقول يكون تزوج في الصيف وتكون مراته حملات في الخريف، وكنبقى نحسب الشهر اللي غتكمل فيه 9 شهور وغتكون ولدات وغيكونوا فرحانين معاه هو حنين سعدات ابي، ما غيكون عاقل على حتى شكون انا. اما انا وليت كنشوفه في كل بلاصة، وحتى التلاميذ الله يهديهم ديما كيفكروني بيه. دار معانا الأستاذ طارق، هادي طريقة الأستاذ طارق، وخدم معانا الأستاذ طارق بهاد الطريقة. أوف الله يطرطق ليه العظام كي طرطق ليا القلب. المهم خليونا منه وخليوه غير في قلبي. كنت يالله بدات السنة الدراسية التانية، وكنت كنعاود لتلاميذي الكرام على رحلتي الأخيرة لستوكهولم وباريس ولندن، اللي بالضبط تلاقيت فيها بالأستاذ دانيال
وولدو سيباستيان، ومشينا نترحمو على الأستاذ لوكاس بعد ما شرينا جوج قراعي ديال مزهر رشيناهم على قبره وقرينا عليه ما تيسر من القرآن الكريم. هاد الشي ما كان عودوش لهم افتخارا حاشا لله، ولكن فقط باش يعرفوا قيمة الأستاذ الصالح في قلوب زملائه وتلاميذه اللي كيبقاو يترحموا عليه حتى للرمق الأخير في حياتهم. قاطعني السيد المحترم مدير المدرسة اللي قلت ليه والو ما نهضر معك ولا نشوف فيك حتى توصل وقت الاستراحة، وقت تلاميذي ضيق ودقيقة من عمرهم كتساوي الديامون المرصع بالألماس. قال لي الله يهديك، هاد الهضرة اللي قلتي كنت غنعاود ليك فيها قصة حياتي وشيت الخيط. إيوا ما علينا، قلت له أش بغيتي؟ وهو يقول كان بشرك الأستاذة زبيدة. قلت لي بحال ديك البشارة ديال داك النهار ادعيتك الله. وهو يقول ديري النية وباتي مع الحية. قلت وانت اللي طلقني دغيا ولا غنباتو انا وياك عند الجدرمية. وهو يقول راجل استاذ جديد. قلت لي داخلنا عليك بالله، شوف الا ما كانش عنده الغمازات غير الزمر لمه ويكون طويل وحبة دا يكون عنده اللحية والعضلات. وهو يقول الله يهديك الأستاذة زبيدة، واش أنا جايب لك أستاذ يعاونك في القراية ولا عريس يعاونك على الزمان؟ قلت لي واتراه بحال واخا تجيب لي دابا البابا نخليه يكفر ويتزوج بي، راني ياسي المدير برط والله كون ما كنت كنعرف مراتك اللي الله يعمرها دار حتى ندور فيك انت نيت. وهو يقول ايوا ها هو الاستاذ جاي، شغان نقول لكم اخوتي المخرج طلع هندي. ملي طلع الاستاذ طارق دارب له البرد شعره على انغام دقات قلبي. خوتي قرصوني رواقيل الكذوب طلعوا لي المخ ودار لي يد بابا على عيني. ايوا وجامد لي يدو يسلم عليا. لا انا مش بتاعتي الكلام ده، انا طول عمري جامده. لا خليت يدو معلقه في الهواء الطلق. قلت لي شكون هاد خونا سي المدير اللي مشعشع علينا؟ فين كان حتى لدابا عاد جاي ضربوه الحيوطه التحد مقبل عليه؟ ما علينا، قسم التحضيري ديالو والاقسام الاخرى انا اللي غنتكلف بها حيت دايره بروغرام حتى الى مشى ما يخلينيش حاصله. ايوا خوتي سالا اليوم الدراسه وما هدرني ما هدرته، وحيت نفسي فنيفي وقيس لي عيني وما تقيسهاش هي. وراكم عارفين اخوتي انا كي دايره، مشيت عندو كنطير هازه في ايدي واحد الكارني دايز عليه ماندوشي. قلت لي ذكرني بسميتك نرد لك داكشي اللي كتسالني. اضحك وقال عقلتي على الكريدي وما عقلتيش على سميتي. قلت لي اولا تهجروا، ثانيا باش تعرفني بنت الناس وما كنساش الديون اللي في عاتقي. المهم بالمجموع عندك 200 درهم اياك؟ وهو يقول اه هادوك اللي عطيتهم من ايدي لايدك، اما الخسائر اللي بديت كنصلح موراك راها لا تقدر بثمن. قلت شحال كاع؟ 4400 ريال. وهو يقول واخا لنا طلقينا الفراجة وطلقيها. قلت لي سير حتى راس الشهر دابا انا حازقة زعما ما عنديش الصرف. ويلي ويلي اش قلت؟ قال ما عندكش الوجه علاش تحشمي، واش باقي ما بغيتيش توبي؟ قلت لي نتوب مالي يا خويا، كنشطح مع عبيدة الرما ولا مع وليدات البوعزاوي؟ وهو يقول 2 متر في اللسان و10 متر في الجبهة وإلى ما تزادوا ما ينقصوا. قلت لي هاي على عبار القبورة، وتدخل سوق راسك تدخل سوق جواك، احضيني ما عندك شغل من غيري. احتقلنا تفكينا ليش راجع ليش؟ وهو يقول
تفكيتي. سبحان الله، قال لي المدير باللي طبختي ليه راسو بتسوال عليا. قلت لي واغا باش نرجع ليك رزقك، ياك ما يحساب ليك مزعوطة فيك. شوف وجهك يزرق، تقول كضرب شقوفة، وهو يقول على انتي اللي تلاقى معاك يضرب غير الشقوفة، يضرب راسو مع الحيط، لعل وعسى يتهدن ليه بكذوبك. قلت لي وما تزيدش فيه، راه غير كذبات بويض وغير الضرورة، أما كون ما كنتش مضطرة والله من فمي لا خرجو. قال ها هي بدات تاني، شوفي دابا أنا وياك غنقريو هنا ديما، يعني خاصنا نعلنو الهدنة باش ما نبقاوش ديما نتناطحو كالبقر. قلت لي كنت هانية بوحدي، المهم ما علينا وموافقة. واخا سيدي ما غنبقاش نكذب، اصلا داوي فيا الفقيه الجديد ديال الدوار، قال لك بغى يكمل دينه وهو عنده 14 عيين وجوج قاري معهم غير الفاتحة. ايوا اش غنقول لك اخويا طارق، وانت بلاصتك كبيرة في قلبي وربي شاهد عليا، وكون ما كنتيش عزيز ما نعاود ليكش. الوالد بزز عليا، قال لي انتي كتبقاي بوحدك في ديك المدرسة، ما كان عارفوك ايش كديري، وقال لي الا ما تزوجتيش في هاد الشهر اللي حنا فيه يا بيه يا بغيره، المهم ما تبقايش على مسؤوليتي ولا غنجيبك للدار تكمشي. وانا قلبي كيتقاطع من الداخل، ما حيلتي لوليداتي اللي غنخلي، ما حيلتي اللي غنتزوج راجل كبر من با. سيدي طارق قول لي اش ندير. قال الدار ليك والدار ليا، اللي راجع عندك وداير فيك عقلي. قلت لي ما علينا نتزوجو ونضحي بشبابي في سبيل العلم وابناء بلدي. اتسنى نمسح دموعي. اجي حقا جبتي معاك شي سري ولاد جداد؟ والله تعييت ما نقلب على بحالهم في البار، وتقول واش لقيتهم ياك ما كتشريهم من البوتيك. هو يقول والعفو طالب. اجي واحد الحاجة ضراتني في راسي، اشنو سميتك بعدا؟ قلت لي حبيبة، مع السكون على حرف الحاء، وتقدر تعيط لي يا حبي كاختصار، ما عنديش مشكل. قال لي وباز، وانا نقول وصافي ما تديرش لي فيها الحاجة عفيفة، سميتي إيمان. وهو يقول باين الإيمان على وجهك، عاد فهمت منين وردتي الكذوب، قولي لي والديك اللي كذبوا عليك من نهار سماوك. وانا نقول له شوف تبقى تجبد والدي على فمك، انا خلي دار عشتك. الواحد تضحك له شوية يطلع عليك فوق الراس كل قرضة. ايوا هاودني منك، انا اصلا علاش كندي معاك ونجيب في الهضرة؟ ايش بيني وبينك؟ شحال قلتي كتسالني؟ ايوا خوتي فين وصلنا؟ دازو دوك شهرين الاولى، شد ليا نقطع ليك، دايرين كل قط الفار، زفر عليا نزفر عليك. بالحق فرحت ملي رجع، وحتى هو قالها ليا واحد المره، قال ليا فرحت ملي لقيتك رجعتي. ايوا خوتي من داك النهار وشي حاجه كتضرب بيناتنا بحال السلوكه ديال الضو، ولاو حنا كي حمارو فين ما كنشوفو، وهو ولا كيعيط ليا فاش كنكون بوحدنا زبيدة كتخرج من فمو في الزبيدة البلدية، ومرة مرة كيبغي يقول ليا زبيدة وكتخرج له كوبيدة. حشمت منكم أخوت. واحد النهار جيتو فاس لعب الدراري الصغار ما عندنا ما نديرو به، قلت له اسمع طارق إلا كنتي كتبغيني ازرب عليا راه يطيروا بيا، وتبقى تدرف حناك كالسقع. ايوا خوتي سمع الهضره وزير الصمت، وهما كملات 24 ساعه حتى عرض عليا الزواج. كان نهار الحد بقى عاقل بحال اليوم، كنت فايقه من نعاس مبوقه، وانا نلقى التلاميذ عند الباب هازين الالواح وكل لوحه فيها حرف. الصف الاول فيه جمله بالانجليزيه كنحبك يا زبيده الكبيده، والصف الثاني فيه جملة تقول
واش تزوجي بيا زبيدة، وهو كان واقف موراهم هاز بوكي ديال البقولة مزوقة باللعمان والبابونج. جا عندي وتحنا على ركابي وقدم لي الخاتم، وكاع الدراري كيقولوا لي قبلي 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 وقبلي، وقلبي كيقول لي بارك من الكذوب، واش ما باغاش تحشمي؟ ولكن كان غيكون من الاحسن كون عرض عليا الزواج هكا ياك واخوتي. المهم الحقيقه هي واحد النهار كانت اخر حصه في الدوره الاولى، مشيت عنده منفخه للقسم نطلب من عنده الطباشير، وهو يعطيني الخاتم وسط من شقافه وختكم قانوعه. بديت كننقز في القسم كي الحمقه، كل شي بدا كيضحك عليا. المهم شدينا العطله ومشى جاب والدي وجابهم لدارنا وخطبوهم. عاده اب العروس هو اللي كيسول العروسه واش موافقه، انا الوالد عندي بدا كيسول العريس واش موافقه ولدي، واش متاكده ولدي، عاود فكرها ولدي، شوفوا كان ولدي. حتى كان طارق غير جع في قراره، كون ما كانش مزعوط فيا زعطتي في الببوش، كون ما كانش كيبغيني ومزعوط فيا زعطتي في الببوش. ايوا خوتي درنا العرس في الدوار فاعل تارك، وكاع الناس هضروا عليه. ايوا من بعد ما خلينا عائلتنا مع ناس الدوار اطلعنا لبيتنا اللي في المدرسه، باش راكو عارفين اش كيتبع العرس، وحيت نتوما خوتي غنعاود لكم بالتفصيل باش تستافدوا من اللي تزوجوا، وباش ما تقولوش حق تزوجت وقلبت عليكم وجهي وما بقيتش نتعاود معاكم، حاشا لله. يلا نبداو. كان الوقت في الليل وانا وطارق بوحدنا في البيت، انا حشمانه مزنقه في واحد القنيط كنضرب في واحد التبصيل ديال الحلوى، وهو كان كياكل في واحد الشدق ديال الخبز عمروه ليه ناس الدوار بالدجاج ديال العرس. يلا سالينا الماكله وبدينا كنشوفوه في بعضياتنا وحنا نسمعوا الدقان في الباب. طارق حياتي ياك ما تكون خدمه الغرف هذه؟ قال لي ايها عمري مع راحنا في اوتيل سانك ايتوال. ايوا حلينا الباب وحنا كنضحكوا، وحنا نلقاو واحد المراه شارفه عند الباب هازه عكاز في ايديها. بقينا انا وطارق غير حالين فمنا، وهي تقول السلام عليكم، بلا شك انتوما هما الاساتذه اللي كتقريو في هاد المدرسه، نقدم لكم راسي انا هي الاستاذه زبيده، سمحوا لي عاد جيت من الولايات الامريكيه المتحده من بعد ما كملت واحد براءه الاختراع، لذاك الشيء راني عيانه فغتسمحوا لي نرتاح شويه. دفعتنا على برا ودخلت وسدت الباب، قلت طارق، وهو يقول الاستاذه زبيده. قلت لي طارق حياتي اش غنديرو في قله الحياه، وهو يقول كنا في ليله الدخله وولينا في ليله الخرجه. ايوا خوتي بتنا في الزنقه كل مشردين في البرد والشتاء، ما رضيناش نرجعوا للدوار. صراحه ما بقاتش فيا ليلتي اللي خسرات ليا ولا سمعتي في الكذوب اللي دات ليا، الا بصراحه هي ما كتكذبش، هي كتطلق صواريخ جويه، هادي قالت للنازا ما كتعرفوش. ابقى فيا خوتي الصباح اللي كانوا جايبينو ليا حطوه قدام الباب ديال البيت وهزاته الاستاذه زبيده تفشطات عليه. كنتمنى تكون عجباتكم هاد القصه، ونتلاقى معكم في قصة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء الحباب ديالي، وقولوا لي كي جاتكم الكذابة ديالنا، وكل واحد يقول في التعليق الكذبة اللي دار في حياته.